ठीक है आओ मेरे पास. فضاءات السعادة الحق في جودة السكن. مشاهدينا أهلا بكم في عدد جديد من برنامجكم سولو الناس. كيف ما كتعرفوا أن نظرة المجتمع كتختلف من واحد لواحد حول المتشدد دينيا أو المتطرف دينيا أو الملتزم دينيا. أسماء كتختلف ولكن الشكل واحد. اليوم برنامجكم سولو الناس هبطنا الشارع باش يعطيونا آرائهم حول هذا الموضوع. أجوا معايا سولو الناس. متشدد دينيا. انا حلق اللحيه وقت ما زيت الماكينه كنحس براسي كندي الاثم. على حسب ما الحي انا ما عنديش فرق. الواحد اذا كيما حب. ليس عليكم في الدين من حرج. الدين واسع. والمسلم ليس باللباس ولا بالهندام. انما المسلم بالقلب والايمان. شو نقول لك؟ الله ولا كيعلم بهم كله. فيهم وفيهم شويه كيكونوا شويه معقدين. خصنا ما نتشاقش فيهم. باش تحكم على واحد تقول هذا مدين راه كامل كمل لله سبحانه ولا هذا ما كاملش ولا كاينين بعض الناس اللي صعاب شويه في الاراء ديالهم وفي سيرته النصائح ديالهم وكاينين الناس اللي يعني كيخليك تدخل بلا ما تشعر. احنا ما خصناش نشوف مثلا شي واحد داير لحيه ونعتبروا انه مثلا راه على حق ام على باطل. هذاك اسلوب ديالو هو من حقه يتشدد دينيا ولا ما يتشدد يعني احنا ما عندناش الحق انا ندخلوا له فيهم لا فيهم ما تاهما ما يدخلوش فينا بيان سور. مشاهدينا الحلقه ديالنا الثلاث نتلاقاو غدا ان شاء الله في عدد جديد من برنامجكم سولوا الناس. الى اللقاء.